ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا الردشت. تانتان. بينما كنا في العيد نتمشى في حلب عثرنا على مجلدات مجلة تانتان فقفزت من فرحي، ذلك أنني كنت أبحث عنها طيلة 10 أعوام دون جدوى. فذات ليلة كنا جالسين أنا وصديقي الحالم بأن يصبح بطل سباق سيارات نتسامر. شفتوا لي شو حلوة نتسامر؟ بتحس حالك قاعد بكتاب القراءة. نتجادل أحلى، نتشاجر يمكن أكثر واقعية، نتبادل كل إلغاء الآخر، نقتل الحوار بالحوار. قال نتسامر، قال بس والله كنا عم نتسامر وكان الحديث رايق وماشي وعين الله تحميه مثل النبع الزلال. وتذكرنا يا ابن الحلال مجلة تانتان، وتذكرنا أبطال المرسومين بأبهى الأشكال، وتذكرنا بطل سباق السيارات ميشيل فايان، وهو البطل اللي شجع صديقي ليحلم أنه يمارس هواية سباق السيارات حتى صار بطلا بالأحلام، وهو لا يمارس بطولاته إلا علي. فمحسوبكم باعتبار بيموت من الرعبة من ركبة السيارات. أخونا بالله بيطالع كل شوفرته لما بكون قاعد جنبه. لكنني كنت أحب ميشيل فايان وأحب صديقه الأشقر ستيف وارسون أكثر. كنت أحب أيما حب ذلك البحار ذي الشعر الأبيض السابل المتطاير. كنت أقلده وحاول أن أصل إلى فوضى تسريحته، أتعلم جستاته وأمام المرآة أقلد حركاته الفوتوغرافية، فأشاهد نفسي صورة خلف صورة على المرآة على هيئة بطل المفضل برنار برانس، أغبطه على صديقه القبطان الملتحي الضخم الوفي الشجاع، نسيت اسمه جل من لا ينسى، فلقد مضت أعوام كثيرة على هذا الكلام. منتصف السبعينات في حلب عندما كنت أركض نحو مكتبة عكش على سوق التقاطع شارعي بارون والقوت لكل سبت لأحصل على نسختي من مجلة تانتان. وهناك وبعد دفع الليرة والربع وكأنني أتخلص من حمل ثقيل، ويا هلا بالحمل الجميل، أهلا تانتان، أهلا مجلة المفضلة، أهلا بالأبطال، أهلا بالكوميديا، أهلا بالتراجيديا، أهلا بعوالم الإغريق اليونان، أهلا بالفايكينج، أهلا بالأسكيمو والهنود الحمر والكاوبوي وسكان الكهوف وسكان الجبال، وأهلا تيبت واليابان. تلك كانت تانتان تأخذك إلى كل أنحاء العالم وبقطار أوروبي ممتاز خال من السم الزعاف الذي تتهم به عادة بعض الصحف والأقنية والمجلات والأفلام الأجنبية، وتقرأ الزوايا العلمية بنهم مع أنك لم تكن تحب الفيزياء ولا الكيمياء، لكن حب العلوم كان في دمك، كانت تدهشك عبقرية العلماء، وتقرأ جغرافيا البلد وتلعب متسليا بكلمة السر، وتقرأ بريد القراء والفكاهات وتحصل على صور نجوم أيام زمان بالسينما والأدب والفوتبول، تقرأ عن أينشتاين وأديسون وبلزاك وهامينغوي، تتعرف على الأدب والأدباء، تخرج منها وفي قلبك طاقة وفي رأسك استفهام، تصبح هماما فتلتهم الكتب أيما التهام وتصبح من فئة القراء. وما أدراك ما القراءة؟ عندما قال ناقد شهير أنك بعد قراءة شيخوف مدري دستويفسكي تصبح إنسانا أفضل، فالعلم سخر لخدمة الإنسان وهو في صراعه مع محيطه الكوني، والأدب سخر لبناء الإنسان من الداخل. داخل على الله وعليكم، اتركونا من الحديث وخلونا بتانتان. آه من أيام زمان، ويا حسرتي على أطفال هذا الزمان، تحديدا طبعا بهذا المكان. هكذا حدثنا الردشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.